في العاصمة الهندية نيو دلهي في سيارة العلم والنسائية خاصة التي استطاعت أن تبع على المملكة المغربية. استمراري ديال النشوة ليكم اللي عشناها صلاح الدين شنقيطي ساكن في عمالة مقاطعة الحي حسني ساكنة فيه البطلة خديجة المرضي اللي اليوم احنا كنا كمجتمع مدني فكرنا ان نديروا لها تكريم بالسيد كما شفتوا تكريم فيه الصدق تكريم فيه الإحساس بالمسؤولية تكريم فيه حب الوطن تكريم فيه حب العائلة المغربية لأن كما جاء على لسان خديجة المرضي ما نجحتش بوحدها نجحت أول حاجة اللي دفعتها للنجاح هو حبها لوطنها حبها لملكها حبها الراية المغربية وثاني حاجة حبها العائلة ديالها اللي لولاها ما استطاعت اليوم أنها تنال وتطلع البوديوم وتاخذ الميدالية الذهبية احنا اليوم فخورين بإنتاج مغربي إنتاج أصيل إنتاج شعبي إنتاج بسيط إنتاج اللي لولا العناية لولا الصبر لولا القليل لما وحب الوطن والصعاب اللي عشتها البطلة ديالنا ما كانت أنها كانت ديما عندها الأمل أنها واحد النهار وبرضات الوالدة ديالها أنها توصل وغادي تنال هاد الميدالية الذهبية كلنا شاركنا في تكريم هذه المرأة في هذه البطلة المرأة والبطلة لأن المرأة المغربية المرأة هي أمنا المرأة هي أختنا المرأة هي بنتنا واليوم إحنا عندنا بطلة مغربية اللي مرضية الوالدين كما قلت قبيلة اسم على مسمى إحنا اليوم رحنا وراء هذه السيدة اللي هي بنت المنطقة ديالنا وغادي نديروا ما في وسعنا باش أننا نساعدوها باش تمشي من تألق لتألق والله يوفقنا الله